سيلمو جديد وحلقه جديده. واليوم يا جماعه راح نلعب لعبه بوم ماسترز. هذه اللعبه نزلنا منها مقاطع رهيبه في القناه ودعمها اسطوري صح. لا تنسون زر لايك اذا تبون مقاطع اكثر من هذه اللعبه ونكمل مع بعض فيها. المهم اللعبه انتم عارفين فكرتها وعارفين كل شيء، ما احتاج اشرح لكم. المهم حق الاطافه طبعا بدينا موضوع تطوير الشخصيات. اليوم راح نجي للشخصيه هذه، نروح لاي شخصيه ثواني، نروح مثلا للشخصيه هذه في البدايه نسوي والله مو طبيعي، والله مو طبيعي. المهم نسوي الابجريد، نسوي الابجريد ونقول له حياك تعال نلعب على طول ونستمتع. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا على طول. اول ليفل عندنا راح نلعب ضد هذه البنت وهذه شخصيتنا. يلا على طول، اعتقد بالطريقه هذه. قريبه. ما عليه. خلنا نشوف السهم. طبعا احنا عاده ضرباتنا ضعيفه. لا صعبت علي الموضوع واجد، ودتني مكان صعب. المهم نودي 20 20 20 20. يا الله ود نزلتني تحت. قبل شوي كنت فاهم الوزنيه، شكلنا راح نخسر. اوكي الحمد لله 20 قليل، 20 قليل. 26 واجد بعد احس، بس بجرب. يس بس يسام واحد بس دمرت طاقتي، الحين يسام الثاني راح اموت على طول. شوي ممكن تقوم. ايوه يلا، هي البطاقه لونها غير. انا اقول 27، يمكن واجد بس انا اقول 27. يس لا راحت مكان اصعب ب 70 مليون مره. انتهى الجيم، ما اقدر افوز عليها. خلاص للاسف فازت علينا. عطني يا حبيبي طاقه، بس عطني طاقه خليها تفوز علي. ما مستحيل 28 اصلا راح تفوز، بس بنحاول. حاول. ماي جاد كيف ما مر؟ مستحيل، لا 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 مستحيل مستحيل مستحيل. اشوى مستحيل مستحيل. انزين 28 ما وصلت. 29 100% توصل، 100% توصل يا جماعه. ليتس جو. 29 الحين اعتقد 30. الحين 30، ليش 30؟ لانها تباعرت شوي. اوف يا ساتر brutality. وش الشخصية هذه؟ يا الله اوكي مو طبيعي، بس يعني صعب شوي مو طبيعي بس صعب. انزين فبعد الجيم اللي قبل شوي يا جماعة خلينا ندور لنا شنو ماينكرافت. ها شكله ستيف حق ماينكرافت. ياب دايموند بيكاكس. سياخي يقول لي ارسل اللعبة حق 5 من اصحابك يا ليل. المهم هذا طورنا، هذا ما طورنا. اوف وبالمنشار حقه. تعال يا حبيبي بالمنشار حقك. والله مع التطويرات الشخصيات قاعد تصير غير. ايوه تعال بسم الله. هذا قريب مو بعيد واجد، احس 5 كافيه. لا اله الا الله، بس والله لو هو رامي علي نفس الضربه كان طاقتي على الاقل راحت اكثر من نصها. اي 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 هذا حق فالف صح؟ ياب هذا حق فالف. المهم نسوي 5. انقلع. هو بعد ما دمجني شيء والله، هو بعد منطقيا ما يدمجني واجد. وين؟ لا والله قريب، لا والله قريب. انا نقول 7 هالمره. 7 7 7 7. ليتس جو. هيد شوت بعد حي. شلون؟ انا بعرف شلون بعد حي. عاد لا هذا وضعه سيء، هذا وضع سيء. عطى 8 هيد شوت مع الرأفة، والحين 7. ما مات، واقول 7 بعد ما مات. لا يطيحني. 7 7. قلع بس، انا ما ادري هذا كيف لحد الحين حي. 7 الحين بعد اتوقع. 8 احسني بجيب العيد. قريب الثمانية، قريب الثمانية، 7 قريب الثمانية. مو هيد شوت والله. وش اللعبة هذه؟ خلونا نروح للي بعده. هذيل طورناهم، منو تحسه يا سيد راح يكون خارق؟ منو خارق؟ خلنا ندور. هذا شكله خارق والله. والله شكله بطل. انت بس شوف شكله بطل. نفس الشخصية راح تلعب ضدنا. اوكي تعال يا حبيبي. هذا اصلا كان مضيع. وينه؟
الو لا لا في 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 غلط في في انا عارف في غلط الموضوع في في ان الموضوع في ان حاول حاول مره ثانيه انا قبل شوي ما ادري ليش ما في احد ضدنا او ماي جاد ما احب لما يكون الشخص تحت هنجرب 12 ما توصل 12 ما توصل دوره حاليا عنده كره ثلج ان شاء الله مو قويه ما دمجتني ولا 1% 14 لا أقل سيد أقل أقل 13 ما نفعت هي ضعيفة كرتك ضعيفة يا الطيب 12 مرة ثانية ما توصل 10 راح أجرب 10 أوف دمجني هالمرة راح أجرب 10 تدري 8 8 هيد شوت يس يس الحمد لله غيرت رايي في اخر لحظه يا رب مو هيد شوت يا رب مو هيد شوت يا رب الحمد لله عدت يا رب يا رب 8 بعد اتوقع 8 هالمره مو هيد شوت لكن صدنا اتوقع 9 راح تكون هيد شوت 9 راح تكون هيد شوت دوره الا اذا طبعا بعدني رفعني شوي فوق لا 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 لا, 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 لا. رفعني شوي فوق 9 هيد شوت المفروض يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب زين فنشهم 10 لا ممكن نعيد 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 10 ما تصير 9 ممكن هيد شوت 9 هيد شوت 9 اوف 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 لا اله الا الله اتمنى عاد يجيبوا لنا احد منافس يعني خلاص عاد خلاص يا جماعة أبي منافسين أبي ناس ينافسوني حقيقي يعني ما أبي واحد يفوز علي بسرعة ولا أفوز علي بسرعة يلا راح نلعب ضد هذه نشوف مع بعض إيش راح نسوي خلنا نقول 10 لا ما صدتها إنزين شنو هذا وتيل لا كلش لا كلش لا 10 سيد ركز أزيد 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 أنا قبل شوي كم ضربت ما أدري زين 10 ما نفع 13 أوه قريبة 15 إلى 14 خلنا نقول 14 أنا إيش السالفة وش الشخصية المضروبة هذه 14 ليتس جو ليتس جو إذا المرة اللي بعدها راح أجيب 13 زين أوح هذا قوم اللي عندي 15 ليتس جو هذاك اقوى من اللي عندي مستحيل والله مستحيل نشوف وين 15 بعد ما ماتت متى راح تموت هذه متى راح نخلص منها ما اعرف ايشوا 16 هيد شوت 16 هيد شوت لا والله مو هيد شوت حول ال 17 هيد شوت يعني الحين راح افنشها يعني راح افنشها نجي بهالطريقه 17 هيد شوت بوم ما عاد في منها ولا شيء ولا 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 شيء اللي بعده اللي بعده اللي بعده راح نختمها بهذا الجيم كالعاده راح العب بنفس الشخصيه لان صراحه عجبتني بشكل كبير اخر جيم او ماريو يلا ايش اسمه فرناندو سمينا يلا ماريو اما ماريو طلع ميكانيكي اوكي يلا عطى 8 يا الله ماريو شكله بيعاني شكله بيعاني اوكي وش هذا ايوه السلحفاه السلحفاه يا جماعه لا لا ما تمشي ما تمشي السلحفاه كم ضربت قبل شوي نسيت خلينا نقول 10 ساعه تقريبا قبل شوي اوف يا الهيد شوت ما يرحم ما يرحم 10 مرة ثانية 10 مرة ثانية وما لا ماريو ضعيف ماريو انزين 10 ما صارت 11 او صارت بلا صح 11 هيد شوت 11 شكلها هيد شوت 11 شكلها هيد شوت نقول بسم الله نرفع بهالطريقة 11 المفروض يا الله بوم
بس يا جماعه هذا مقطع بشكل كامل. اتمنى عجبكم المقطع، ضغطوا زر لايك واشتركوا بالقناه واكتبوا لي لو تبون مقاطع اكثر من لعبه. نشوفكم على خير، مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، من ضمن الجيش الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.